كل ما اجيب حد من اللاعبين يجي يقعد معايا يقول لي سامي قمصان، كل ما اجيب بيتسو موسيماني يقول لي سامي قمصان، اجيب سيد عبد الحفيظ يقول لي سامي قمصان. فبالتالي انت عامل مشترك واضح جدا في نجاحات النادي الاهلي خلال الفتره السابقه كلكم طبعا، ولكن انا عارف ان روح العمل وروح عائله الاهلي اللي احنا بنشتغل بيها منذ ان جاء كابتن محمود الخطيب على راس مجلس الاداره والوضع مختلف، ولكن في النهايه سامي قمصان هو العامل المشترك الحقيقه في نجاحات النادي الاهلي في الفتره الاخيره. طبعا بشكرك طبعا، وبشكر طبعا كل الناس اللي انت اتكلمت عليهم واللي هم اتكلموا عليا بشكل كويس، لكن في الاول والاخر انت عارف ان ده دوري وده دورنا في النادي الاهلي، يعني كل واحد بيعمل دوره، مش منتظر حاجه غير اللي هو يقدمها، غير اللي تكون مردودها يكون فيها نجاح. مفيش حد بيبص لنفسه كحاله شخصيه او اللي انا اللي عملت كذا، لا بالعكس انت بتأدي دورك وتعمله باخلاص وبامانه، لان ده انت بتشتغل في اكبر نادي في الوطن العربي بل في العالم دلوقتي يعني. فمهم جدا اللي انت تحافظ على المكان ده، اللي انت تكون امين في بالمكان دوت. الامانه دي بقى مرتبطه بكل حاجه، يعني امانه مرتبطه في تقييمك للعيبه، تعاملك مع المدير الفني، تعاملك مع الصحافه، تعاملك مع اللعيبه، فكل الحاجات دي مهمه جدا ان انت تعملها. ويمكن الحمد لله يعني اللي ساعدني برضو في الموضوع ده ان الحمد لله الواحد اشتغل برضو مدير فني وتدرج يعني، واشتغلت مدرب عام مع كابتن عبد الحميد بسوني، وبعد كده توليت المسؤوليه في حرس الحدود الحمد لله، فعارف الحاجات اللي ليا ومسؤولياتي والدور اللي انا اقدر اقوم بيه والحد بتاعي اللي انا ما اقدرش اتجاوزه او اقدر اتعداه يعني. فالحمد لله الحمد لله طبعا بشكر طبعا كابتن وبشكر الناس اللي هم كان عندهم ثقه كبيره فيا، واتمنى ان شاء الله اللي اكون عند حسن ظنهم حسن ظن جماهير النادي الاهلي، لانها مسؤوليه كبيره جدا يعني، اتمنى ان شاء الله نكون قدها ونقدم حاجه تليق دايما بمكانه وقيمه النادي الاهلي.